بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. دبالها ليكم حيسام أبو وحو أمات وحوات قادرة السلام رب العالمين كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلعنا توحيد أعظم شيء الله سبحانه وتعالى لأمرنا أبو ولا طلبي منينا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعوت لنا يكل تيب توحيدنا رب العالمين على ولرسول كلهم بأنبتوا بأستبدوا لدعوتنا ك ولدين ك السلف بتوحيدنا يا رب العالمين. تلا أنا بت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وانت تبل بات لا أنا بت. عشان كده شيء مهم وركن أساسي وواجب أساسي دي بحياة مؤمن بتوحيد لنا يو اللي تمسك ولدين موحد قلبا. وأعظم شيء رب العالمين اللي هينا منه شركته طبعا، وشرك يعني ضد ناي وعكس ناي يتوحيدته. وتوحيد للأستاهل وللتوحد والعبادة تقول له تصرف فينا الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى تو. لكن الإنسان دي بلا عبادة دي بلا توحيد فرطة من قبي وقصرة من قبي ودي بشر قيسة من قبي دي بظلم لعب الأتي أن رب العالمين لبل إن الشرك لظلم عظيم. ورب العالمين لبل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والله سبحانه وتعالى كمان لبلدي بآية كاليت ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لبل الله سبحانه وتعالى كمان إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كمان الله سبحانه وتعالى لبل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لبل أعظم الذنب أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني أعظم ذنب حقول ألب ذنب قرب العالمين ند ودي وقرب العالمين شريك ودي قرب العالمين مع القبلات ودي وانت ترى صحك توت الخلق يك خلق كند أنتو أو جديك كند أنتو مسلو بعدك التحدي اللي منا ذنوب العظيمة تلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولبل الرسول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. لما يعني الحديث واضحته دي بشرك لميت دي مبر شرك لميت ومبر شرك رب العالمين لا 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 لركب ورب العالمين لواجه إن شاء الله بعد جنته. وبشرك لميت اللي كمان بعد السادة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار ومن أعمال وأقوال أهل النار. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة يسألونا من قبل إحنا دي بلا أصول ثلاثة نبتحق عنا لا أصول ثلاثة ميتة بيه لونا من قبل دي بقى إنسان لتوجب بأنها معرفة ناي رب العالمين تا يعني ومعرفتنا دين الإسلام ومعرفتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ربك أو ما دينك وما نبيك صلى الله عليه وسلم. أداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو بيانا قلنا دبا قدام لقدام دبا لند لودي ولا لا لا دي بشرك لميت ميت لما أولا نايو دي بحديثنا الإمام البخاري لروايو من مات النبي صلى الله عليه وسلم لبل من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. مبر رب العالمين ندعد شريك لدعيه وخير من نلا طلب وفرت مو من نلا فري ودلام من نلا طرب ومسر رب العالمين لوديه اللي إنسان يبقى طر لها لا تبع الإساد لبل رسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى لبل واعبد الله ولا تشرك به شيئا. رب العالمين لبلنا يتشرك أبوني رب العالمين لا يتعبده لكن بعد قدام لسروا لبلا يوفقيو مشركين لقبوا كفار لقبوا اللهم العبادتنا يا رب العالمين إذا رب العالمين بدل يعني إلى سبوتا ولإيمانهم دي بدل لحافظه دي با شركنا يشرك دي بوات قوم قبي اللهم
مثل لا كفار ومثل لا مشركين لقب أوتهم ولا مشركين ولا كفار شك ألبو اللهم سب جهنمتهم وسب إساتهم بك جناي رب العالمين لبي عليه وبك جناي الرسول صلى الله عليه وسلم للأنبى الأرحنا ولا مشرك يعني دي معنواع قسمه بيلو شرك هلا شرك أكبر وشرك هلا شرك أصغر لا شرك لأكبر يعني شرك لعبيته وشرك لأصغر شرك لنوشته كلها كان قسمهم لأنواع أنا يشرك شرك أكبر وشرك أصغر لا شرك الأكبر وتبيلو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه يعني كل شيء يعني لا شريعة إلا الشرك تبيلت ولا شارع إلا الشرك تبيلت شارع الحكيم ومسلو خروج منا أو فقرت منا لفقرت إنسان منا دينه لا بعتح شيء إلا شركته وهتا دي ما تتركب دي بعبادة دي باستغاثة دي باستعانة دي بفرحة دي برجاء دي بتوكل إلا كلا ودي بعبادة نفسه لا صلاة كمثل صلاة قدام الله قل وقت لا يعني للعبد كمثل دي كمثلنا هندوس مثلا وقال بعد عبادات هلا بعيد إحنا مسلمين اللي مثلنا شركته واللي يلات حزيني واللي الشرك ميته اللي الشرك لعبيته كل شيء لشارع الحكيم كل شيء لشريعات بيلات اللي شركته معناها وبمسلو حاجات من الدين لتفكر هليت من قبل كمان اللي للشرك لعبيل اللي تبهلته لنوع لك هلاي الشرك الأصغر واللي كل عمل أو هيقاء أو فعل كمان لشريعات وصفته شركته لأنه مشكلة برضو اللي ما لكن إلا من نام اللات إلا أفقرني لشركته لكن من نام اللات مي إلا أفقرني من نام اللات لا أفقر شرك أكبرته ومن نام اللات لا أفقر شرك أصغرته عشان كده الإنسان دائما تنقوه قل لك بابه وحذر قل لك بابه من الشرك الأكبر لك بابه والأصغر لك بابه لأن الله سبحانه وتعالى بل إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني شريك مسلو يتحديون رب العالمين ها وإلا أصول الله يعني بدو أشياء يعني كمسالة جاتتا وبدو عقشوم بديبا وبدو فروع بديبا جات عبا جات قاملت الأصول الثلاثة يعني كفق السمات قلنا قل الشريك وكفق السمات قلنا قل عبادة وكفق السمات قلنا قل التوحيد وكفق السمات قلنا وسقد إحنا تحن تجت الله لنا تعجالها لنا دور كان قشن نطبط ومن قشن لألحدينا ثمرت النساء لنا الله سبحانه وتعالى لبل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني إلا ثلاثية الأصول إلا يعني شيء جميل وإحنا استفيدنا من الكتاب اللي أنا بروح أبدو حستفيدكم منه أقلها دي من التهاج الكتاب اللي بيننا من قبل دي بالله حلقة الله يعني ثلاثة وكم حلقة بعض حملنا إلا من ربك ما دينك من نبيك إلا أسئلة إلا لقنا سأل لنا يوم القيامة أبحث حتى إن دفصلت له ترئناته دي رب العالمين اللي تهاج من تربك فأمرنا وميت ربي تمام وقدحت قلنا وحقوما يعني ميت لدين ومن ما طابوا ومن البلو كفوتوا دي بل كمان تدين تهاجينا وحرمان النبي صلى الله عليه وسلم منت نبيك فما تأيلا وحي من البلو كفان أكدوا بدليل لعقلي وبدليل لسمعي إلهم كلهم بسمع لآمنا واندرئينا وبدليل بعقل الهدينا ومن قرآن من رب العالمين لو حي لما تأينا بألن كلن حتى بندن قيس لما حرد بعد حملنا ولا مراتبنا يا كمان أمرنا وأقني بل انقدر فأما المؤمن لكافر من تربي كبير ومن قبي قل جاوبي انقدر ولما لكان حقول السؤول يوم القيامة ما ربك حقول بلو ها البل دلبل ألبوني ولكن لأسليماي من ربك بيلو من قبل ربي الله قل لي بلتو ودينك بيلم قد دين الإسلام قل لي بلتو ونبيك بيلم قد نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لي بلتو ولا مرتاب الإنسان لريب لبديبو ولا شك لبديبو ولا متردد لقب أولا منافق اللي ها 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 لبل ولا لا أدري لبل يعني توم لسؤولو لما لكان يوم العقومة ميت وسبحان الله إن شاء الله ربي يقول لك ثلاث كلمات لأثبتها نديبا
وقلنا نجاوب ونقدر إن شاء الله رب العالمين تكبت منينا. طيب هذا معرفتنا هاي مراتب ديبان التهاق عنا الله سبحانه وتعالى بأسباب معرفة الله تكون بأسباب، يعني معرفتنا رب العالمين هيني بأسبابنا أمرا، ومن الأسباب اللي هيني كفوت ومن ضمن أسباب لسدينا قل معرفتنا رب العالمين النظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. يعني مرة اللي بكات استنتن قانا على العستر قانا على مدر قانا تتفكر لا أنا كهوت خلقه قدام منا ما يكهوت خلقه لا لسماك التكب قدام ما يكهوت كهول عايش كهو بالله كهو ستة كفانا بر اللي مخلوق مخلوقات كلها سبب قبي سبب معرفتنا رب العالمين قلنا آمر ولسلطان لنا يو لقوات لنا لجبروت لنا يو إلا بركوت خلقت ولا أشياء كوت خلقت إلا كلها يعني تبين قلنا وتوضح قلنا وقلنا واسف تدبان إن شاء الله تحلقت لا لك عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.